احنا عندنا مفهوم مهم دايما بوجهه اسمه مفهوم الاستقلاليه، ان انا بقى اندبندنت بيرسوناليتي. الشخص المستقل بيمر بثلاث مراحل الاستقلاليه من بعد نهايه مرحله الطفوله. يعني بتلاقي ان هو بيمر بحاجه اسمها الاستقلاليه النفسيه في المراهقه، كويس، الاستقلاليه الماديه في الشباب، الاستقلاليه العاطفيه دي مرتبطه بالنضج، تاني الاستقلالية النفسية في المراهقة. تلاقي المراهق دايما كل مشاكله مع أهله أنه عايز ياخد الرأي، صح، عايز يختار الكلية، عايز يختار الأصحاب، دي اسمها استقلالية نفسية، بيستقل حتى لو كان خالص. الاستقلالية المادية خلاص خرج من الجامعة اشتغلت بيستقل ماديا نسبيا. في بقى الاستقلالية العاطفية، لا يستطيع أن يستقل عاطفيا إلا الشخص اللي قدر أنه يعرف إيه هي متطلباته العاطفية واحتياجاته ويسميها. لأن أغلب الناس اللي بتدخل في علاقات بتكون علاقات مضطربة وغير مستقرة، هي ما حددتش أصلا أهدافها من هذه العلاقة. يعني لو جيتي سألتي مثلا واحد أنت هتتجوز، يقولك أتجوز قريب، تتجوز ليه؟ عشان المفروض أتجوز كده وخلاص على طول. طب أنت هتتجوز ليه؟ ليه يعني؟ طب هتتجوز دي ليه؟ قالوا لي كويس. فتقولي لفلانة أنت ليه هتتجوزي ده؟ قالوا لي كويس.